السيد جون كيري بالبداية أعاد تأكيد التزام الإدارة الأمريكية بمبدأ الدولتين على حدود 67، أكد التزام والعمل بكل جهد ممكن لتحقيق ذلك، دعا كما وصفها أكثر من مرة بتهدئة الأوضاع. من جانبه قام الرئيس محمود عباس بتسليم السيد كيري 5 ملفات. الملف الأول تعلق ب 95 شهيد فلسطيني قضوا على يد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، آلاف الجرحى، العقوبات الجماعية المتمثلة بهدم البيوت. ملف احتوى على أسماء 36 جثمان لشهيد محتجزة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيل، وكذلك الحال ملف حول ارتفاع نسبة الاستيطان خلال الشهرين الماضيين بنسبة 40% وفي مواقعها مع الخرائط، إضافة إلى ملف شامل حول التحريض الإسرائيلي الرسمي على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية.